فيديو لتكسير أحجار الهرم الأكبر يقلق المصريين. ما القصة؟ خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو يظهر قيام عمال وفنيين بتكسير أحجار الهرم الأكبر في الجيزة بحضور سائحين وزوار، ما أثار قلق ومخاوف رواد التواصل. تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة. غير أن مصادر مصرية مسؤولة أوضحت أنه لا يتم تكسير أحجار الهرم بل تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة. وقالت لام العربية نت إنه تم تركيب أحد كابلات الكهرباء الموجودة بالهرم الأكبر منذ عشرات السنين وعليه طبقة غير أثرية. لا يمكن المساس بجسم الهرم، كما أضافت أنه يجري إزالة هذه الطبقة حاليا لتغيير الكابل الخاص بالهرم الأكبر ووضع طبقه جديدة عليه. كذلك شددت على أنه لا يمكن المساس بجسم الهرم ولا أي حجر من أحجاره، وأن ما يحدث يتم تحت إشراف الشركة المسؤولة. حماية وصيانة التراث. من جهتها أكدت وزارة السياحة في بيان رسمي التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، فيما دعت إلى عدم تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.